خاص بالتي. أنا من صغر سني كنت أهوى الرسم والنحت من طفولتي، وكانت العائلة تشجعني، بالأخص والدتي عليها رحمة الله، فكانت تطرز وتخيط في الإبرة، فكنت أراقبها من طفولتي، من صغري أراقب شكات الإبرة في يدها، فكان هذا يحفزني لكي أعمل شيء. فعندما ترعرعت وأيقنت ما هو الرسم وما هو النحت، استفدت كثيرا من صنعة والدتي المرحومة. عندك موجود؟ ما شاء الله. هلا بدك اياها؟ هلا نعمل. فأنا لحتى الآن تنطبع في ذاكرتي صورة الدم، صورة الدمار الذي صنع في سوريا، وفي النتيجة يعني تجاوزوا كل حالات الإنسانية والدمار وقتلوا ما قتلوا في سوريا. فهذه الصور وصور الخراب والدم لا تفارق ذاكرتي أبدا أبدا، من قتل الأطفال ودمار البيوت والجوامع والأماكن الجيدة والتاريخية في سوريا. هذا أثر تأثير كثير، فحاولت أن أطبع بعض هذه الصور التي علقت في ذاكرتي من خلال أعمالي. وهناك بعض الأعمال تؤرخ مرحلة الحرب، تؤرخ الدم الطاهر الذي سفك في أرض طاهرة بدون سبب، وهجرت أهلها وبقيت الخلية فارغة. هذه خلية النحل بجمالها، هذا الوطن الجميل، هي الجنة سوريا، باتت خالية من شعبها، وهذه آثارها الجميلة. فبحثت في أسواق إسطنبول، وجدت اهتمام كثير من الأخوة الأتراك، وهناك متاجر ضخمة تعمل في مجال الأنتيك، فصلحت أكثر من 500 قطعة من الأنتيك. اي والله باك بو اشياء، يعني لازم بشيء مثلا بو تعمير بشيء. هناك أفكار كثيرة، وعندي حلم كبير أن أنحت تمثال السلطان محمد الفاتح في ساحل الإسكودار، وأرجو من الله أن يتحقق هذا العمل للسلطان محمد الفاتح، أن أضع نصبا كبيرا لهذا الفاتح الكبير اللي هو جدنا السلطان محمد الفاتح. نحاول أن نقدم الفنانين العرب المهاجرين في بقاع الدنيا، أن نجعل لهم مركزا في إسطنبول بالتعاون مع الأستاذ طوران قشلقجي. فهذا حلم بالنسبة إلي، أن أجمع أخوتي العرب الفنانين ونجعل لهم مركزا، وننطلق من هذه المدينة العريقة، مدينة الثقافة.